كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا الله يا خير الراحمين. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا واتمم تقصيرنا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya baca doa tadi, maka baik kita akan acara sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terjadikan dengan acara ramadhan melakukan wawancara. Silakan maju tempat di depan.